أنا بشبه أنه كله شغال في ورشة، فقط أن هذا يعطي منتجا وهذا يعطي منتجا وهذا يعطي منتجا. إحنا لا يهمنا من يرفع الراية، إحنا يهمنا رفع راية أن هذا البلد يستقر وهذا البلد يعني تسود فيه القيم التدين السليم. الحقيقة أن طبعا سلمت ملفا كاملا في دراسة تقنية وفي دراسة إعلامية وفي دراسة دعوية. المشكلة التي تواجه الأزهر بتدعو إلى الغرابة والعجب، أن الأزهر لا توجد لديه أدنى إمكانيات لفتح قناة فضائية واحدة. أي ده طبعا يعني شيء إيجابي إن إحنا نحاول إننا نبقى فيه صوت أو منبر للإسلام الوسطي. ليه بقى حضرتك؟ المعتدل. لأن إحنا بس إحنا عايزين إحنا تركنا بالنسبة للمشكلة بس ما سيبلكيش سينا. المجتمع كله مسؤول عن تنامي الفكر التكفيري في سيناء بروح الاستهانة. بروح الطبقة يقول لك في تأهب أمني تحسبا لهجمات انتقامية في سيناء، ده في الوطن بعد حكم الإعدام طائرة مقاتلة، وتأهب أمني تحسبا لهجمات انتقامية في سيناء لأنه أعلنوا الجماعات التكفيرية، يعني أنا مش عايز أقول جهادية لا بصراحة، لا مش جهادية مش عايز أقول جهادية لأن لا. ليس لها أي علاقة طيب بالجهاد. بس في نقطة لازم أقولها من فضل على الكلام ده. يعني زي ما قال فضلت الشيخ أستكمل كلامه. مسألة التعامل مع أهل سيناء. أنا شايف أن من أولويات الرئيس الجديد محمد مرسي التي لم تفوت بعد، نحن لسه في الأول برضو، سيناء والنوبة، سيناء والنوبة. هذه الأماكن تعاني من تهميش كامل. أهل هذه الأماكن لهم مظالم حقيقية في معايشهم، في المية، في الأكل، في الكهرباء، في الشغل، سنوات طويلة، سنوات من التهجير. أصبحت أرض خصبة لأن التكفيريين يروحوا ويستقروا هناك. بس إحنا مش عايزين رأيي. نتهم أهل سيناء. طيب. أهل سيناء بيعانوا من الفقر والتهميش وأصبحوا أرض خصبة للجماعات دول، لكن الجماعات دول رايحين قصدين إن هم يثيروا عناصر. أقول معلومات وأقول رأي. أقول معلومات عندي معلومات مش رأي، وبعد كده هقول الرأي. أما المعلومات فيوجد في سيناء بالفعل جهاديون لكنهم أنكروا إنكارا تاما أن يكون لهم علاقة بالأحداث. وأنا أقول لم ينتهي التحقيق حتى الآن في أحداث رفح على الأقل العريش. أنا لا أدري الملف وال 14 اللي طلع عليهم. حضرتك سيبيني هقول لك هاجل ال 14، بس حضرتك سيبيني أجيبها نقطة نقطة عشان أعرف أوضح فكرة. ده ال 16 اللي دخلوا الحدود لم يعرف حتى الآن الستة الذين قتلوا داخل الحدود الفلسطينية، مش هقول الإسرائيلية طبعا، الستة الذين قتلوا لم تعرف هويتهم حتى الآن. تجري مداهمات للمئات من البيوت في سيناء، وطبعا لا نرضى بذلك سواء كانوا جهاديين ولا غير جهاديين، تكفيريين ولا غير تكفيريين، بناء على ملفات أمن الدولة السابقة. فلان متهم بأنه جهادي يروح بيته ويحصل اعتقال ويحصل ضرب، هذا كلام مرفوض لأن ده مواطن مصري إذا أخطأ أو سوى عليه إدانة. كان الناس النهاردة في الدقيقة واحدة اللي في القفص وطلع عليهم الحكم قالوا الله أكبر الله أكبر ماشي. وسعداء ماشي. طيب ده موضوع تاني طلع عليهم إعدام. حضرتك اسمعيني بس ده انت بتتكلمي على ال 14، انا بتكلم على ال 16 اللي قتلوا على الحدود. ال 14 دول متهمين في الهجوم على قسم العريش. انا حضرتك انا طبعا شفت مجلس الوزراء وشفت محمد محمود وشفت مزيل وشفت اسمعيني بس حضرتك اسمحي لي بس حضرتك العريش كانت في نفس الايام ديت حصل صدمات هناك، ما العسكر اتهم فيها الناس اتهامات ما انا اشكك فيها ولا أدري ما نزهتها، وأنادي بإعادة التحقيق فيما حدث في العريش. أما رفح لم يتضح أي تحقيق حتى الآن، لم يتضح اتهام بتداهم بيوت الناس بناء على إيه؟ أقول لك بناء على إيه؟ بناء على ملفات أمن الدولة السابقة الجائرة الظالمة. فأنا بقول يغير التعامل مع أهل سيناء الجاني أو الظالم نحن نستنكر تماما. استهداف دم مسلم، استهداف الحدود، استهداف عسكري مصري اللي راح قتل 16 جندي على الحدود المصريه وقفل الانفاق على اخواننا الفلسطينيين اللي بتشكل شريان الحياه لهم. عايز بس كل اللي استفاد منها العدو الصهيوني. حضرتك مين بقى اللي كانوا واقفين فوق الاسطح الاسبوع اللي فات يضربوا مديريه امن العريش ومحكمه العريش؟ كانوا واقفين موجودين المجتمع السيناوي مجتمع قبلي. حضرتك بتبرئهم ده كانوا واقفين ضربوا. انا لا ابرئ، انا لست قاضي حتى ابرئ يا فندم. انا رجل اتكلم كلاما محايدا بقول الجاني يعاقب، لكن اللي مش جاني تروح تدهن بيته بناء على ايه؟ المجتمع قبلي سيصأر لابنائه خاصه اذا ظن انهم مظلومون. انت بتتهم امن الدوله وامن الدوله طبعا في النظام السابق كان يعني بيخترق كل الحدود الانسانيه وحقوق الانسان. اتهامات جائره وملفات قديمه جائره. لكن مش معنى كده في ناس
الناس دلوقتي في سيناء بيخربوا سيناء وملف سيناء. والرئيس مرسي هو لسه بيقول برضو في الخطبة بتاعته إن ملف سيناء مهم جدا 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 بالنسبة لنا، وأمن سيناء سيناء في خطر شديد. تم تشكيل لجنة بمعرفة من الجهادي التكفيريين. تم تشكيل لجنة الأسبوع قبل الماضي من بمعرفة الرئاسة، وذهبت هذه اللجنة كان فيها قيادات جهادية سابقة وكان فيها قيادات من الطائرات الإسلامية منهم واحد من الجبهة السلفية الدكتور محمد ناصر الغزلاني، وذهبوا وجلسوا مع هؤلاء الناس اللي هم بيحملوا الملف الجهادي في سيناء اللي هم مش تكفيريين، وقالوا أننا لسنا لنا علاقة بإراقة دماء الجنود المصريين لا في العريش ولا في الحدود ولن نستهدف إلا العدو الصهيوني. إحنا بالسلاح والعنف. والله لا أدري هذه التصريحات تخرج من من ولا من المسؤول عنها. طب أقول لك على حاجة، السلفية الجهادية في سيناء طلعت بيان أعلن فيه أننا غير مسؤولين عن جنود عن دماء جنودنا الأبرار على ال 16 اللي قتلوا على الحدود، ولكن إحنا مسؤولين عن تفجير خطوط الغاز وضرب أيوة عندي معلومات. ما أنا بقول لك سيبيني أقول. طب قول لي بس مين المسؤول بقى؟ هكمل لحضرتك. عن ضرب ميناء إيلات وضرب خطوط الغاز فقط، وينزل البيان في وسائل الإعلام لا أدري لماذا مزيلا باسم الجبهة السلفية بسيناء، عشان إحنا بقى لنا نشاط في سيناء وبقى لنا ناس في سيناء فنبدأ نتهم بهذا العمل. أنا أقول هناك تخليط يجري تقف وراءه بعض الجهات. هؤلاء الناس الذين جلست معهم اللجنة قالوا في بعض الجهادين في سيناء اللي قعدت معهم اللجنة المسؤولة من الرئاسة تقف وراء بعض الجهات. مين الجهات اللي بتقف وراء ايه؟ تقول لنا معلومات بقى التزييف. لا لا ادري من يقف وراءه لان هيبقى عندي ظنون. انا المعلومات بقولها معلومات والظنون تبقى ظنون. اللجنه اللي قعدت اللي كانت بتكليفنا الرئاسه او بمعرفه الرئاسه قعدت مع الجهاديين في سيناء قالوا سنستهدف العدو الصهيوني ولن يمنعنا احد. ده رايهم صح ولا غلط؟ ده رايه. لكن قال لن استهدف جنديا مصريا ولست مسؤول عما حدث في رفح ولا في العريش. طب ما نصدق الناس يا جماعه. لكن يطلع لي بيان ما اعرفش مين اللي مخرجه. الناس دي اشخاص. العدو الصهيوني في حاجه اسمها جيش، في حاجه اسمها دوله. مش ما يقدرش يدخلني في يا فندم. انا لا اوافق على رأيه. انا انقل لك رايه. انا انقل رايه حتى لو كان خطا. وده خطا. وقالوا خلوا الجيش خطأ. يتوقف عن مداهمه بيوتنا ومناطقنا لان احنا مش مسؤولين عن حاجه. فحصل خرق للهدنه ديت او وقف المصادمات اسبوع ثم عادت في بدايه هذا الاسبوع مره اخرى. لا ندري من الذي اعادها ولا لماذا. نحن لا نتهم احد، نقول الجاني يعاقب. نرجع للازهر عشان مش عايز افوت الازهر رجاء حضرتك. في كلام مهم قاله فضيله الشيخ لازم نقف عنده. احنا اطلقنا مبادره بس احنا طبعا العهود. بس انت ما قلتلناش مين الجاني بقى. العهود الجائره هنرجع لها بقى بعدين.